بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا في مصر من 7 اكتوبر اي حد شاف اللي بيحصل دلوقتي وكل مواطن بيقولك لك اللي بيحصل ده احنا مستهدفين اي مواطن اللي هو جر مصر. جر مصر باي طريقه. عشان بس المفاهيم تبقى واضحه في مايو 78 1978 بدات مصر مفاوضات مع اسرائيل للوصول الى اتفاق السلام وحاسات كام ديفيد بدات في مايو 78 عملوا اجتماعات في بريطانيا في ليدز كاسل في بريطانيا ثم في فيينا ثم بعد ذلك في كام ديفيد حتى استمرت وضع اليات او مبادئ لما يتعلق بين البلديه هنعمل ايه نتعامل في قضيه الحدود نتعامل فيه في قضيه الانسحاب نتعامل فيه في قضيه الامن وكذا كل ده اتحط له مبادئ اسمها كام ديفيد انتقلنا خلصت في سبتمبر 78 رئيس السادات بعد كده قعدوا من اكتوبر تحديدا 12 اكتوبر 78 مفاوضات الوفود مصر مع امريكا مع اسرائيل حتى تاني بقول لحضراتكم 12 اكتوبر 78 استمرت حتى 26 مارس 79 يوم توقيع اتفاقيه السلام او معاهده السلام بتحدد التزامات على البلدين على الطرفين على الجانبين حددت امتى والانسحاب يبدا امتى مرحله اولى تانية ستر الى اخر ذلك والمستوطنات وغير وغير وغيره وبدا سلام 45 سنه النهارده بنتكلم على سلام بيننا وبين اسرائيل جميع رؤساء مصر حافظوا على السلام كلهم رئيس سادات الرئيس مبارك الرئيس عبد الفتاح السيسي وما زالت مصر تحافظ على السلام طيب في اشكاليات محدده في الاتفاقيه اللي عايز يقرا الاتفاقيه ويقرا المواد بتاعتها كلها واضحه في كل شيء حصل اي مشكله في لجنه عسكريه مشكله بيننا وبينهم لجنه عسكريه مصريه اسرائيليه حصل اي شيء اي اختراق اي تعدي اي اجراء نقعد يقعدوا مع بعض يبقى في اعتراضات هنا وفي لها اجراءات زي ما بيحصل أو ممكن يحصل وحصل قبل كده مرات عديدة